حييكم مشاهدينا، كل الأشخاص اللي انضموا لنا أهلا وسهلا فيكم بيوم جديد. لقائنا التالي بيجمعنا بالسيدة مها نمور، اختصاصية بالعلاج بالطاقة، وبكل إطلالة لها على يوم جديد بتترك أثر طيب بنفوسنا ونفوس المشاهدين، انطلاقا من الروح الوطنية والإيمانية اللي بتتمتع فيها واللي بتنقلها من خبرتها أكان بالغربة أو بإقامتها بلبنان للمشاهدين. سيدي نمور، صباح الخير وأهلا وسهلا صباحك فيكي. نور، صباحك نور، وصباح لبنان يلي كتير اشتقت له. ان شاء الله يرجع يطلع نور جديد على كل لبنان يا رب. إن شاء الله يا رب. ستنا اليوم بدي أحكي عن موضوع، يعني بدي أحكي عن الإنسان بالدرجة الأولى، هيدا الصراع اللي عم نعيشه كل فرد منا وبلبنان تحديدا مع المجهول، أوقات صراعنا عم بيكون مع الجهل والظلم، أوقات صراعنا عم بيكون مع يعني وحوش عندهم أنانية عم بيستغلوا وجعنا، عم بيستغلوا ضعفنا، عم بيستغلوا ضياعنا لأرباح مادية وسلطوية. بتقولي يعني والضحية الأولى والأخيرة هو الإنسان، بس حضرتك بتقولي ضحي الإنسان والمخلص لنفسه هو الإنسان، وهيدا اللي لفتني. كيف ستنا دلينا على الطريق لو سمحتي؟ فإذا اجتني صورة أنت وعم تحكي هيك، شفت صورة إنه في حروب كتير 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 بتعم العالم مثل ما عم بيصير معنا هلأ. شوي عندك بيبي ابنك عم يبكي بالغرفة، شو بتعمل؟ بتضلك عم تحضر أخبار ولا بتروح بتحضنه؟ بتروح بتطعميه؟ بتروح بتنايمه؟ في عنا طفل داخلي عم يندهلنا، ما عادش فيه يتحمل كل اللي عم بيصير. اللي عم بيصير صار يعني سوريالي، ما حدا عم يقدر يستوعب، يعني أعضائنا الداخلية ما عم تستوعب، ذاكرتنا ما عم تستوعب، قلبنا ما عادش عم يحمل ضغط. يعني فيلم أمريكي طويل ما عم قلنا بيعرف يخلص. ما رح يخلص، كرمال هيك أنا بدي لاقي حل اليوم. ما عادش بدي اتكل وضلني عن انه المسؤولين مش مناح والمسؤولين عم يزعجوني وكلنا ضحية لهل عم بيصير. طيب اذا كل يوم بدي اقول انا ضحية، ثبت فيي من جوا، صارت انا مقتنعة اني ضحية، صرت عم كون ضحية حالي، لانه نعم. في بعد الحياة قدامي وجواتي، واجا الوقت انه بلش شوف بوعي وبادراك شو فيني اعمل، كيف بدي نجي حالي. ما كانوا يقولوا يا عمال العالم اتحدوا، اليوم أنا بقول يا إنسان يا عندك أخلاق، يا إنسان اللي عندك إيمان اتحدوا، لأنه في صراع كتير كبير، حرب كتير قوية على إنسانيتنا، كيف بدي دافع عن حالي. نعم. أنا العلاجات اللي بقوم فيها هي إنه كيف عالج كل عضو حسب حالة الشخص. نعم. وهلأ كل الناس اللي عم عالجها حتى أونلاين، أوكي، نعم. هي ناس مرعوبة، اكتئاب كبير، خوف، هلع، ما في خوف، في ناس عندها عم تصرخ هني ونايمين لأنه مش عم يستوعبوا بقى شو عم بيصير. أنا عم بطلب من اللي عم يحضرني هلأ إنه مش ما يعرف شو عم بيصير بالميديا ويحضر تلفزيون، بس عم بطلب شوية وقت لهيدا الحال. هيدا الحال يلي صار كله نازل عليه انفورميشنز كتير، يعني نعم. كل شغلة بنسمعها بتفوت فينا، كل شيء بنشوفه بفوت فينا، كل شيء عم نحسه ونحكي فيه عم بتضل المعلومات فينا. هاي نعم. المعلومات هي الطاقات السلبية اللي عم تضرب لنا أعضائنا. أول شيء الخوف، صار كل العالم خايف من بكرة، ما صحيح. بنعرف شو جاي، خاصة قصة الطعم، بتعرف أنت شو عامل بالعالم. شوي عنا قصة ال وفي تضارب الآراء حول فعاليته، إذا بالضبط بناخده ولا بالضبط. ما بناخده، وأنا إذا بنصير بالنسبة لي لا، لأنه بعد ما تجرب وبعد ما نعرف شو صحيح. هو، وفي مقولة كبيرة اللي عاملين الحرب الفيروسية هن نفسهم اللي عاملين اللقاح، كرماك هي موضوع أنا ما بدي فوت فيه، بس بدي فوت كيف بدي أحمي حالي اليوم، كيف بدي أرجع لطبيعتي الداخلية اللي هي شفائي. الطبيعة الداخلية هي الطبيعة الكونية، يعني طالما في سما موجودة، طالما في ضوء عم يطلع،
يعني في إله، يعني نعم في عنا مرجع كنا عايشين عليه نحن وصغار وعشنا مثل العصافير. كرمال هيك كل اللي عم بيصير اليوم منا حرب، لا فيروس ولا حرب اقتصادية، هي حرب أخلاقية. ما عادش في أخلاق، وهذا اللي بخوف. صار الإنسان بخوفك أكتر من الحيوان، نعم صار الإنسان بخوفك أكتر من العوامل الطبيعية. ليش؟ لأنه بكذب، نعم لأنه كل ذكاء محور مثل ما قلت بالمقدمة حول ربحه هو، ربح نعم يعني الحيوان بياكلك إذا جوعان، بس صحيح. الإنسان بياكلك إذا شبع. هون من هون يعني الخطورة. هيك بمفهومك سيدي مها نمور انه السلم هو شخصي وفردي مظبوط، وبده هذا وعي. هيك بدي أوصل له. شكرا لك. نعم، بس انا اليوم اذا اخترت السلم يعني وعيي خليني اختار السلم بمجهود فردي، كيف في احمي حالي مظبوط، مقابل هالاخطبوط اللي عم ينتشني من ميل لميل؟ يعني الاخطبوط عنده 8 ايادي، بتصور يمكن نحن غرقانين بايادي كثير عم تحط ايدها على اخوانيقنا، صح، ومعك حق انه الكل تعبان، وبس خليني اعمل هيك نافذ صغير وبترك لك الهواء. لقال لك سيدي نمور، اول ما بلشت جائحه كورونا تقريبا رح يصير لنا سنه بشباط، بيصير لنا سنه عايشين هيدا الهم والخوف، كل الاطباء قالوا حسنوا مناعتكم، حسنوا مناعتكم، لان بالضبط. الفيروس هذا انا بيتمسك اختصرت فيه. بالمناعة الضعيفة، واللي عم بتوصفيه عن الشعب اللبناني مناعتنا بالأرض، لأن هالقد نفسيتنا بالأرض. لأقول لك ليش منعته بالارض، لانه بضل قدام التلفزيون وناطر تتغير الاحوال. الاحوال ما رح تتغير. كرمال هيك انا هلا بدي اكون مسؤوله عن بادراك ووعي انه مين انا اليوم قدام كل هالواقع وهالمشهد العام. بطل لبنان، تعشوف بفرنسا انت شي يعني كتير كتير بحزن. السلم شخصي، معناتها انا بدي اخلق بحالي حالة سلم، مش معناتها بدي اكون مستسلمة، معناتها بدي اكون واعية انه وقت اللي بكون لحالي ببيتي اعرف انفصل عن كل شي، خاصة عن كل الناس اللي بيحكوك، نعم وخاصة انا كل العالم اللي بتيجي لعندي هي ناس عم تنق وتبكي وخايفة. انفصل الصبح شي نص ساعة، انفصل عشية شي نص ساعة، ورجع طبيعتي لطبيعة الكون، وترجع طبيعة الكون تدخل علي. يعني بكفي نافذة قدام سما قدام نور اقعد قدامها، ارفع ايدي وبكل صدق وبكل محبة وبكل ايمان قول يا رب. يا رب يعني الطبيعة بالنسبة للطاقة. اطلب من النور يفوت علي، افتح حالي عن النور، افتح وعيي عن النور، ارجع اخذ نفس. هيدول الكمامات اللي عم بحطوهم، لانه الانسان بطل عم يتنفس، نعم والكورونا عم تضرب الرئتين والجهاز التنفسي، يعني المناعة مثل ما كنت عم تتفضل. بس اهم شيء كيف بدي اقوي مناعتي، هي اني حط كل وعيي بحالي شوي، ركز على يلي عايش فيه، الحياة بعدها موجودة فيه. ليه بدي اطلع بالحرب وانسى انه الشمس عم تطلع؟ ليه بدي اطلع بكل اللي عم بيصير برا وانسى اني اسقي وردة؟ كرمال بدي ارجع للطبيعة، العناصر الموجودة بالطبيعة التي تؤلف الطبيعة، هاي الطاقات هن خمسة، وبالإنسان في عنا 5 عناصر بتألفنا، اللي هي أول شيء التراب يعني الجسم والمعدة والطحال، شوي الهواء، الهواء يعني الرئتين والقولون، شوي الماء يعني الكلى والمثانة، شوي الخشب يعني الكبد والفيزيكيل بليار المرارة. كل عضو من هول الأعضاء أوكي لازم أنا أرجع أقويهم، أرجع أعطيهم طاقة لتقوى مناعتي. يعني نعم كل يوم مثلا بدي، القلب هو النار، نسينا القلب. القلب هو والأمعاء الدقيق هن النار. هول ال5 عناصر بدي أرجع نشطهم فيي ليرجعوا يمشي الموتور فيي، تمشي نعم الحياة. هيدا جهاز المناعة. كيف بدي نشط ال5 عناصر بداخلي وارجع مثلا اتواصل مع الطبيعة؟ يعني
ما فيني، ما عندي جنينة، ما فيني أظهر لبرا، بس فيني أحط بساط على الأرض ونام على بطني وأترك كل تشنجاتي تنزل بالأرض وأرجع أخذ نفس عميق. هذا التمرين اللي بدي أعطيه اليوم، نعم. أرجع نام على ظهري واستقبل طاقات سماوية مثل كأنه مطر من نور، مطر من طاقات عم تنزل علي من السماء وتعطيني كل هالنور، هالطاقة، هالحب، هالمحبة. ما منقول الله نور السماوات والأرض ونو إيماني إذا أنا بقول وما بستقبله. وشوي الله محبة، بلش حب حالي، لأن إذا ما حبيت حالي المعركة الخارجية رح تنتقل علي وعلى جسمي وعلى من حولي. نعم. فإذا كمان الإكزرسيس الثاني اللي بدي أعطيه خلال الحمام، بدي بلش نشط 7 مقامات فيي اللي بيقولوا لهم 7 شكرات، اللي هو النافوخ، واستقبل الدوش، تحت الدوش كل راسي بدي أعطيه طاقة، بدي أفتح كل الشكرة، يعني دولاب اللي بيعطي طاقة للداخل بدي أفتحه، أفتح الشكرات كلها، نعم. أفتح هون صدري خاصة محل الكآبة والحزن، نعم. الرئتان يعني الحزن، الحزن الدفين، وهذا بيألف كانسير. كرمال هيك الدنيا اي ما قاعدة، بس انا فيني اعمل هول علي، ما بيغير شي برا بس بيغيرني لإلي، نعم. بصير محترمة حالي، عم حافظ على حالي، مني دهس تحت كل اللي عم بيصير، مني موضوع قابل لتجيني الفيروس، مثل ما عم تقول اجت الفيروس للي ما عنده مناعة. نعم بس مين سيدي نمور، يعني أعطيتينا مجموعة من التمارين. أوقات نحن بنلتجي لأصحاب اختصاص فيزيوثيرابيوت، نخضع لجلسات مساج. شو الفرق بين أنه نحن نلمس حالنا أو آخر يلمسنا يعملنا هيدا المساج على راسنا، على الرقبة، على بشكرك الصدر؟ كثير كثير، بشكرك لهالسؤال. انا الناس اللي بيجوا لعندي انا ما بعمل مساج، انا بعطي طاقه، يعني بلمس نعم منطقه وبتفوت فيها الطاقه، نعم بعلم الشخص كيف تركيز انتباهه هو اللي بيخلي اللمسه فعاله وشافيه. يعني اذا رحت انت عند حدا رميت حالك عنده شوي عم تفكر بس تظهر كيف بدك تروح تشتغل، ما استفدنا شيء من كل الجلسه. كمان أنا اللي بعلمه هو طريقة التأمل، كيف بدك تقعد بشكل كما خلقتني يا رب بشكل عمودي، راسي على السماء وإجري بالأرض، نعم شوي بلش اتنفس كأني قناة عم تاخد نفس، كلنا سوا بدي انبض بالنفس، هيدا نبض النفس بتكون انت مركز على كل حالك، هيدا الشفاء الحقيقي اللي هو الانتباه. وانا هون بمحاضراتي بباريس، انا بميزون دو باري مع جورج جورجياف، شو بقول؟ بقول النفس والتركيز على النفس هو الروح القدس. روح القدس منه برا يحو فيه، كل ما اخذت نفس بهيدا الوعي كل ما صار الشفاء ساكنني، نعم وانا بسكن بعالم النور. نحن عايشين بعالمين سيد إلي، في عنا عالم النور، عالم ربنا اللي هو السماوات والكواكب والمجرات وكل الكون، وفي عالم الإنسان. ليش على طول بننتبه للإنسان اللي هو ضعيف وزائل وننسى الباقي والحي والنور كله ناسينه، كرمال نسمع شو قال ترامب أو شو عمل أمير نعم سعودي؟ يعني شوي شوي على حالنا، في رحمة، بدي بلش أرحم حالي، أعرف كل شيء عم بسمعه عم بيسممني. نعم بدي أسمع شيء تاني، بحط موسيقى خفيفة وبلش بس بهدى، بترك كل جسمي ينزل، ينزل نحو الأرض، يعني أرضي تنزل صوب الأرض، بتركها على الأرض، والأرض الأرض الأم هيدي رح نعم تعطيني، رح تغذيني، وأطلع صوب السما، روحي هي روح الله. كل مرة أنا بتوازن بحالي الداخلية وبطلع صوب السما، روح النور رح تسكنني، نعم المحبة رح ترجع تعطيني نفس، وهذا النفس هو اللي بيحارب الفيروس كورونا، نعم لأنه نعم مشكلة الكورونا يعني وين بيضربوا؟ بالنفس صحيح والذوق. نعم أنا برجع باخذ نفس بكون عم قاوم، بكون عم دافع عن حالي الداخلية.
نعم. وهي الرسالة اللي بدي أقدمها اليوم، إنه كل واحد عم بيعيش ظروف صعبة، إن كانت بالكوبل، إن كانت مع عائلته، مع أهله، مع جيرانه، مع أصدقائه، هي نفسها هاي الفيروس. الإنسان هو اللي بيحمل الفيروس. بالطبيعة ما في فيروس، الأرض ما فيها فيروس، والحمد لله، وإلا نعم كلنا بقضاء نعم الله كرمال شكرا هيك. لك سيدة نمور. بس خليني أقول لك يعني بكلامك الحلو وكمان هيك يعني الانسجام بالأفكار اللي مقتنع فيها وعم توصلي لنا إياها، بس بدي أقول لك شغلة تعليقا على آخر فكرة. كنا ناسيين حواسنا، ذكرتيني أرجع أستعمل حاسة الشم والسمع والتذوق وحاسة اللمس، لأن ما عم نشوف حدا، ما عم نتعاطى مع حدا، دينينا مشوشة بالأخبار وبالإشاعات وبالفبركات وبالأشياء السلبية، عيوننا أيضا ما عم تشوف مناظر حلوة. بدي لك شيء كثير مهم بعد، بس سريعا لو سمحت لأن انتهى وقتنا. العوامل يلي نحن يحيي بين ايدينا، كرمالك انا كتابي اسمه طاقة الكون بين نعم يديك، ما عم نستعملهم، اللي هي المي. بس تغسل عيونك وتحس عيونك، رح يفتحوا كل اعصاب عيونك وتشوف بإدراك أكبر، وتعطي ماي لدينيك، لتمك، لتحس الأشياء، يعني انتباهك يكونوا أنت وعم تفرك أسنانك، ما يكون آلي عم بيشتغل بحالي. نعم بعدين العامل اللي قلنا عنه النار، في المكسة عند الصينيين بحطوا شيء مثل السيجارة على كل حواس ليفتح. دوك حاول تحط الأشياء المي السخنة تشربها، تحطها حوالي دينيك، حوالي رقبتك، فقرات رقبتك اللي بضلهم مشنجين من الخوف. فإذا عنصر لشيل الخوف مني بدي مسد الطحال والمعدة. الغضب لحتى روقه فيه بدي مسد الكبد، نعم كرمال هيك كل عضو في له الحس السلبي بداخلنا، والنفس السلبية هي الأمراض، نعم الخوف، الغضب، والقلق طبعا، والإحساس بالذنب، كلهم هولي، والحزن. الحزن هو الكورونا، نعم يعني الرئة. كل يوم بدي مسد الرئتين تعطيها، أنا المريض، بس أنا الشافي كمان، كرمال هيك أعطانا قدرات ربنا لنستعمله كشفاء. قاموا نعم العالم استعملوه لا يستغلوا بعضهم ويقتلوا بعضهم، وهذا وضعنا اليوم. يعني كيف؟ باختصار نحن الداء والدواء قادرين نتحكم بشفاءاتنا من خلال الداء وأنا الدواء. مزبوط، نعم نعم هاي تجربتنا. سيدة نمور، نعم، ما بعرف يعني أنا مستمتع كثير بالحديث، بس بتعرفي تفضل خير. دائما الوقت تفضل هو كثير، بيكون حكم بيناتنا، إن شاء الله باللقاءات تانية بنتوسع أكثر وأكثر. بدي أشكر إطلالتك معنا سيدة مها نمور، اختصاصية بالعلاج بالطاقة، وشكرا على هالطاقة الإيجابية اللي تركتيها بين إيدينا، علينا نحن نعرف كيف نستغلها وكيف نتصرف فيها لنقدر نحمي حالنا ونقوي مناعتنا ويكون نصيبنا الشفاء.